طب عايز بس قبل ما اروح برنامج كابتن جوهري وهسيبك تقول، طب كان وقتها تردد ان الكابتن صالح سليم مش عايز محمد عباس، ايه لا المال؟ مش عايز محمد عباس، لا عايز يعاقب محمد عباس. يعني كانت هي بس عقوبه. ما هو عقوبه حرمانك من السفر. الكابتن جوهري بعد ما عملت معايا فتره اعداد ومع الفرقه ومنشاه تجريبيه وخلاص جهزت بقى وبلعب وجوان وتمام، يعني جه قال لك لازم يتعاقب الكابتن صالح. فطبعا انا غلطان، يعني انا غلطان وانقطعت عن التمارين وبتاع. فالفتره دي حصلت لي بقى زعلت خلاص، ده انا قربت بعد ما قعدت شهرين ما بلعبش وبتاع وبروحش النادي، والكابتن جوهري جه خدني وبتاع. وبعدين الكابتن جوهري برضه اختلف مع كابتن صالح على محمد عباس اللي يكون موجود معاه في الملعب. لا لازم يسافر معايا هو، بس اليوم اللي ارتبطت فالكابتن جوهري ما كملش مع كابتن صالح، ما اتفقوش يعني. قال له لازم يجي معايا محمد عباس، انا بنيت على محمد عباس خلاص. كان بيحبك كابتن جوهري. وكان بيقول لي عليه كنت بنفذه. يعني وكان هو بيتنبل لي يقول لي انت فيك الميزه اللي انت ما بتهبش حد في الملعب، يعني ايه حتى في باك بيخبط بتاع بتروح له. يعني اذكرك برضه في حاجه كده، كنا بنلعب اتحاد اسكندريه في اسكندريه. لازم نكسب. بلعب انا وينج ليفت وكابتن خطيب وكابتن مصطفى عبد وينج رايت. انت عارف بوبو رخي. كان كابتن بوبو كان على طول. انا شايف الكابتن خطيب ايه مش عايز يعمل اي احتكاك مع بوبو. فرحت نادى عليه انا كابتن، قال لي عايز ايه؟ قلت له تعالى انت على الطرف كده وسيبني انا اخش جوه. سيبني انا المهمه دي. سيبني انا المهمه دي. وجات واحدة عالية. وانا واحدة طالعة على دماغه مش طالعة على الكورة. وتيك كنت مديله بالدماغ في الحتة دي. لازم مفرفر خد غرزة هو في الملعب. ونسي مين اللي طلع معاه. كان عندهم لعيب اسمه اسنابي كان بيلعب باك رايت. قال له لا اسنابي مين اللي طلع معاه؟ قال له محمد عباس. قال له ده انا هقتله. ذكريات حلوة وايام حلوة حتى التعامل وانت بتتكلم النهارده. ايه الماتش ده كان الواد الحالي بتاع ربع ساعه. واحنا نايم في الارض يا عم مازق ايه اللي بيجي في اخر الشوط ده. وبوم طلع كابتن مصطفى عبد نزل فاز كنت جاب جونين. بوبو طبعا كان ساب الديفنس وهو فتحت الدنيا خلاص. انا نزلت تحت هو عايز يجي لي تحت هناك. المهم ما حصلنيش، ورحت له بعد الماتش اسلم عليه وقلت له حقك عليا وبتاع. قال لا في ماتش في مصر هاجي لك في مصر. لما بتقعد تتفرج دلوقتي على اللعيبه اللي موجوده دلوقتي بتقول مين اللي شبه محمد عباس في المهاره دلوقتي او في اللعب او في الاداء؟ مين اللي بيلفت نظرك دلوقتي وانت بتتابع كوره؟ انا بحب كان عندنا لعيب اللي احترف في الصين. احترف في الصين؟ اسمه اقول لك اسمه ايه؟ ايفونا؟ ملك ايفونا. ايفونا ملك ايفونا. ده لعيب النادي الاهلي كان يعجبك ها؟ بيقطم ويروح على الجون على طول ما بيطلعش بره، يعني الترقيصه بتاعته جوه على طول. وسريع وخطاف ولعيب كويس. ده اللي انت شايفه ملك. يعني شبه محمد يعني عباس. يجي محمد عباس يعني نفس طريقه لعب محمد عباس. وعنده كوره ما بيهابش يعني. ما انت لازم يكون عندك كوره. طبعا عندك كوره دلوقتي مش هتعرف تلعب. السرعه والقوه بقت رقم واحد دلوقتي. بالظبط كده. بس هي دلوقتي المواهب بقت كلها. يعني كنت الاول تلاقي في الفرقه في 8 لعيبه 9 لعيبه اصحاب مواهب. دلوقتي في 2 3 في الفرقه هم شايلين فرقه، واحد منهم وقع الفرقه بتوع. الفرقه بتوع. والله العظيم. ولا 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 كره زمان الكره الشراب في الاحياء وفي الحواري. اللعيبه دي موهبتها ظهرت في الشباب في الدورات الرمضانيه. ولعب كرة الشباب جميل يعني. شوف انت بتلعب والكرة الصغيرة دي وبتبقى متحكم فيها. فما بتلعب في مساحة في الملعب الكبير. بتبقى جامد يعني. مع اللياقة البدنية وبتاع غير الشارع طبعا. مش مختلف. في مواهب كتير واغلبية المواهب دي كلها بتلعب كرة الشباب. طبعا. يعني المواهب دي كلها كانت بتلعب في دورات ونتقابل في دورات وبتاع.
على مستوى المناطق ومستوى. كان الكابتن محمد الجندي الله يرحمه كان بيعمل بطوله في العباسيه بطوله كبيره فيها كابتن مكاوي وكابتن عبد الجليل صقر بيحضروا البطولات دي والدوره دي وكابتن سلامه سليم وكابتن عثمان السيسي وكان معانا بيجي لنا كابتن شريف فار بتاع الزمالك شافوني انا طالع من الدوره دي اللي هي بتاعت محمد الكابتن محمد الجندي يعني هم شافوني بعد ما انا بقى ما رحتش الاهلي بعد ما نجحت في الاختبارات لقيت الدنيا مش قلت لها مش هروح تاني رحت الزمالك رحت الزمالك وقتها كابتن عثمان رحت الزمالك بعد ما سبت الاهلي انا بقى رحت رايح الزمالك كابتن عثمان السيسي محمود الديني كان الكابتن زكي عثمان هو اللي كان ماسك الفرقه الولد كنت بلعب في الشركه دي قال الولد ده كويس وبتاع شوفوه قبل ما الاهلي يشوفوا ويخلصوا وبتاع ده في البدايات خالص في البدايات خالص قبل ما تروح النادي الاهلي والاختبارات لا وقت الاختبارات في النادي الاهلي مشيت ما كملتش ما كملتش بقى وسبت ورقه وسبت كل حاجه فكابتن زكي عثمان شافني في تقسيمه كده راح مكلم كابتن حسن حلمي اللي هو رئيس النادي في الفتره دي قال الولد ده لازم نجيبه ولازم يخلص ولازم نجيبه بسرعه قال له طيب ماشي زمان 50,000 دي ما مش فلوس يعني عايزين 50,000 وعايزين طقم كوره وتيشيرتات وبتاع واخوته محمد عباس الزمالك مش عايز يدفع 50,000 وقتها بس ده كان مبلغ كبير 50,000 والله لازم اكلمك الاسامي والزمالك مش عايز يدفع بلعب ماتش كنا بنلعب ماتش في مصر القاهره في صلاح سالم كنا بنلعب فرقه الكابتن جوهري المهم كنت بلعب انا مع منتخب الشركات كنا بنلعب فرقه الامل بتاعت الاهلي ماتش الكابتن عزت قال لك الراجل ده لازم يجيبه دلوقتي طب عبده البقال ايه؟ هو موجود كابتن عبده كان هو اللي انا ما اعرفوش لسه ما اعرفش كابتن عبده المهم انا رحت مع الزمالك جاي معاهم انا وقت رايح على نادي الزمالك كنت معسكر هناك قال لك محمد عباس ما يمشيش لغايه ما الاستيرنا بتاعتي تيجي في اليوم ده بعد الماتش اللي لقيت عم عبده البقال قالوا لي عمك عايزك عمي مين اللي عايزني؟ قال لي هيجيب عمي هنا والله طلعت بره خطفني هو في الكلام انا عمك وبتاع وما تتكلمش هنتكلم انا جاي لك من الاهلي وهتيجي معايا دلوقتي وهديك 5000 جنيه فانا قلت له انا كنت هناك ومشيت وما حدش حتى قال لي اي حاجه قال لي تعالى معايا مستنيينك هناك وعبد البقال خدك؟ خدني من نادي الزمالك وداك الاهلي خدنا موديني مستنيني كابتن مصطفى حسين كابتن عوضين كابتن عزت ابو بوس وجيت طبعا كنت اول مره بقى اشوف ال 5000 جنيه دول كانوا مبلغ كبير بكرة كان خيال وسارح ما نعرف